كما ذكرت هنا المسجد الهداية لبعض المصلون، وهنا يوجد أيضا مسجد تابع لاسم المسجد القرآن. السنة يعني أيضا القرآن منهاج القرآن يعني خط واحد وشارع واحد يجمعهم، كل مجموعة لديها مسجدها، وأيضا مسجد الوقف هنا كما ذكرت من أمامي هنا. يعني كل جهة أو كل فئة من هؤلاء الجنسيات أو الجاليات يجمعهم مسجدهم في شارع واحد، يعني كيلو واحد، وأيضا توقيت مختلف عن الآخر، وأيضا فروق التوقيتات. كما ذكرت هنا أيضا هذا المسجد الذي يعتبر أكبر المساجد، وهو مسجد الوقف الإسكندنافي. يعني كل هذا الشارع يشمل ثلاث مساجد، وكل مسجد له جماعته. لماذا لا يصلون في مسجد واحد؟ ايضا يوجد جنازة ثالثة في هذا اليوم، بس فقط في العاصمة الدنماركية، يعني ممكن تكون باكستانية، رحم الله موتى المسلمون. وهذه الجنازة يصلون عليها في يعني مسجدهم الذي المتعارف عليه، كل مسجد لديه حتى جنازاتهم يقومون بالصلوات عليها. وأيضا أيها المشاهدون الكرام، على بعد أقل من نصف كيلو من ثلاث مساجد التي قمت بأخذ التقاط بعض الصور لديها، وهي للباكستان، وأيضا مسجد الهداية ومسجد منهاج القرآن الذي كانت فيه أيضا جنازة باكستانية، والمسجد الوقف الإسكندنافي. قمنا أيضا بنفس الشارع وبنفس الاتجاه، قمنا بلقط أيضا مسجدين، مسجد الرابطة الإسلامية، وأيضا مسجد الجديد للإمام علي. هنا هذا المسجد أول مرة أقف أمامه، بالرغم أنه ليس بعيد عن المساجد الذي أقوم بالصلاة فيها، لا يبعد أمتار، ولكن هذا الإمام علي طبعا الجالية المغتربة في العاصمة الدنماركية، الذين يعني يوحدهم العراقيون وأيضا أيضا كما ذكرت هذا المسجد، وهو مسجد الإمام علي، عمره لا يقل عن سنة ونصف، أخذ من التشييد حوالي ما لا يقل عن ثلاث سنوات إلى أربع سنوات، وأطلق عليه اسم الإمام علي للجالية العراقية، وأيضا بعض الجاليات الذين يقومون بالصلوات في هذا المسجد. كما ذكرت من خلفه يوجد أيضا مسجد الرابطة الإسلامية، وهي بعيدة عن هذا المسجد ما لا يقل عن 20 مترا، يقومون أيضا بالصلوات فيها. ولكن تجمع هذه المساجد كلها كما ذكرت هي فقط يجتمعون فيها يوم الجمعة.
يوم الجمعة يقومون بكل فئة من فئاتها، حتى بهذا المسجد يوجد جنازات لجالياتهم يصلون عليها من الجاليات العراقية واللبنانية أيضا. نعم، هذه المئذنة ليست للصوت وإنما هي فقط منظر، لا يسمح رفع الأذان في العاصمة الدنماركية في أي مسجد. يوجد أيضا مساجد أخرى بعيدة عن هذه المنطقة نصف كيلو، أيضا يوجد حوالي 4 مساجد، مسجد خير البرية وهو القطري الكبير سنطلعكم عليه أيضا بالصور، وأيضا مسجد النور وهو الذي يجمع أيضا الآلاف من أبناء الجاليات العربية، وأيضا يوجد مسجد الفاروق لبعض الأحزاب أيضا، وأيضا يوجد مسجد مالك، ويوجد مسجد التوبة ومسجد أفغان، حوالي 4 مساجد الباكستان أو 5، كلها في العاصمة الدنماركية. وأيضا للأتراك مسجدين أو 3 أفغان، ألبان يوجد مسجد ألباني، ولكن لا يوحدهم مسجد واحد إلا فقط أيام الجمعة. هذا ما لدي اليوم من هذا التقرير من أمام هذا المسجد. لا يسعني إلا أن أقول لكم جمعة مباركة على الجميع، ورحم الله موتى المسلمون جميعا، والحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولوالدينا أيضا الأحياء منهم والأموات، قولوا آمين. لكن أنوه للجميع أن كل هذه المساجد التي ذكرتها، الأكثر من 20 مسجد في العاصمة الدنماركية، وكل طائفة لها مسجدها، لا يوحدها إلا مدفن واحد وهو المقبرة الإسلامية الذي توحد جميع أبناء الجاليات في مقبرة واحدة، إلا القليل يسافرون بهم إلى بلادهم الشرق الأوسطية. أبو أمين يحييكم، شبكة راديو وتلفزيون عرب الدنمارك، اليوم 23 من أغسطس 2019، العاصمة الدنماركية. وأيها المشاهد الكريم، بعد إطلاعكم على مسجد الإمام علي في العاصمة الدنماركية، انتقلنا إلى المسجد الكبير وهو مسجد حمد بن خليفة، الذي أيضا لديه رواد من أبناء الجاليات المختلفة الذين يعتادون على أداء الصلوات في هذا المسجد الكبير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في إطلالة جديدة وفي يوم جديد من أيام الشهر في هذا العام 2019 ومن أمام مركز حمد بن خليفة في العاصمة الدنماركية. نشكر إدارة هذا المسجد الذي استضافت الشيخ أبو خالد أحد شيوخ مساجد مدينة أورهوس التي تبعد عن العاصمة الدنماركية بحوالي لا تقل عن 300 كيلو، ولكن شكرا جزيلا. ها هو الآن سننطلق أيها الأخوة المشاهدون لحضور صلاة الجمعة في هذا اليوم الجميل الدافئ، وكما ذكرنا ها هي البركيرينج الذي عملوها أيضا تحضيرا، وهو يعتبر المسجد الكبير في العاصمة الدنماركية الذي يعني عمره حوالي يعني 7 سنوات إلى 8 سنوات. نعم، ها هي المنطقة الجميلة. كونوا معنا لاستماع الشيخ أبو خالد في أداء خطبة الجمعة اليوم. كونوا معنا. عن هذا الأمر العظيم في حياة الدنيا يقول سبحانه: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذا كنت تخشى على أبنائك وتخشى على هذه الذرية من بعدك وفي حياتك فلتحقق هذين الشرفين الذي أولهما ربنا جل وعلا في هذه الآية الكريمة: فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وتقوى الله هي حرص لك ولأبنائك في حياتك الدنيا، تحفظك هذه التقوى وتحفظ أبنائك في دنياهم وفي آخرتهم. والله جل وعلا سخر نبيا عظيما عليه الصلاة والسلام، سخر سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، ورجلا عظيما يدعى الخضر رضي الله عنه وارضاه. فتح الله عز وجل عليه وسيعود الى فطرته. وأيضا انتقلنا إلى مسجد الوقف في نفس اليوم إن شاء الله، حيث نقلنا إعلان أحد الدنماركيين إسلامه. هم يتبادلون مع هذا المسلم التهاني. وأيضا انتقلنا إلى أحد المساجد وهو مسجد النور الذي يكتن حوله الآلاف من أبناء الجاليات الأردنية والفلسطينية وباقي الجنسيات المتنوعة. ها هو الشوارع المقابلة في مسجد النور في أكبر مجمعات المنطقة في البلوكس النوربرو. وكما تكمل لهذا التقرير عملوا لهم مركز، يعني حيكونوا يعني في أتم استعداد للمستقبل، يعني حيكونوا بيفيدهم، يعني لا بيفيدوهم، لا بيفيدوهم والله، بيفيد الناس يعني اللي عايشين هون، بيستفدوا حاجة، يعني بينسوا المرض، بينسوا أي حاجة، وممكن يكون يصير تعارف ما بينهم. لا هو أصلاً تعارف، ده مركز، هذا أهم شيء، أهم حاجة ده، هو ده مركز، يعني جالية فلسطينية، جالية مصرية، جالية صومالية، كله حيكون تعارف، لأن يعني ربنا قال وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا.
بارك الله فيك، اشكرك يعني هذا اشكرك ابو، وان شاء الله يعني صاحبي بتاع بتاع الكوكب. الله يبارك فيك، اشكرك يا حبيبي، كل خدام، شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. مع السلامه. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. مع السلامه. ايها المشاهدون الكرام، نحن قمنا بهذا التقرير على ان نفيد الناس المتواجدة والرأي العام الموجود ما بين الجاليات العربية والإسلامية المغتربة في العاصمة الأمريكية، نرسل رسالتهم يعني وشكواهم للجهة المسؤولة. كونوا معنا. إيش الناس المتواجدة والرأي العام الموجود ما بين الجاليات العربية والإسلامية المغتربة في العاصمة الأمريكية، نرسل رسالتهم يعني وشكواهم للجهة المسؤولة. وأيضا انتقلنا إلى مسجد آخر وهو الأقدم مسجد. الأقدم مسجد أسس في الدنمارك برعاية الجمهورية الليبية، وهو مسجد في المركز الثقافي، وهذا المركز الثقافي يعتبر من الأقدم المساجد في العاصمة الدنماركية منذ أكثر من 45 عاما. صلي على جنازة المسجد، وهو يعتبر شاء الله الأقدم، عمره أكثر من 40 عاما، وأيضا يسمى باسم مركز ثقافي وليس مسجدا، لأنه لا يسمح ترفع المآذن ويرفع الآذان بهذه المساجد. نعم، هذا هو أقدم مسجد في العاصمة الدنماركية، كان يعني يجمع لحد الآن أبناء الجاليات المختلفة بالجنسيات. لكن قبل أن أنهي، أن هذا المسجد وغيره من المساجد، وأيضا المساجد التي يعني لديها طوائف ومذاهب، الموت واحد والأسباب متعددة، ولكن أقول لكل المساجد الذي لا يوحدهم في الدنيا صلاة واحدة أو يجتمعون في مسجد واحد، إنما توحدهم المقبرة الإسلامية في العاصمة الدنماركية. ها هي المقبرة الإسلامية في العاصمة الدنماركية. في موكب مهيب حزين شيع مسلم الدنمارك بل العالم بأسره الإمام الشيخ أحمد أبو لبن، حيث دفن في المقبرة الإسلامية الجديدة في منطقة برادبي جنوب العاصمة كوبنهاغن. تلك المقبرة التي كانت حلم أبو لبن وحلم الكثير من المسلمين الذين عانوا أيما معاناة وابتلوا أيما ابتلاء حتى تحقق لهم ما أرادوا وسعوا إليه. لقد فقد مسلم الدنمارك ومسلم اسكندنافيا صوتا قويا استطاع بحكمته وبعد نظره وعطفه على المساكين وقوته في الحق أن يجمع حوله الكثير من الخصوم. وقد اعترفت الحكومة الدنماركية والإعلام الدنماركي بأن أبو لبن له فضل في الحياة السياسية والفكرية في الدنمارك، وأنه سيظل محل تقدير واحترام وإعجاب من الجميع.